مؤتمر دوري نحضر بين فترة وأخرى بحدود الشهر أو أكثر بقليل من عنده، يلتقون الجميع السادة آمري الألوية مقامي رؤساء مجالس مدراء الشرطة الحشد مع الوجهاء العشائر شيوخ العشائر الكرماء والوجهاء مع قائد الفرقة بحضور قيادة العمليات لغرض تنسيق العمل وتبادل وجهات النظر وتسهيل الأمور خدمة للصالح العام إن شاء الله. نبحث عن المعلومة الاستخبارية سواء بالصحراء أو بالداخل. أنا بالنسبة لإخواني ما عندي استعداد أجيب جندي من كل بيت، وما يصير الجنود يم البيوت مع العالم. جنود يكونون بالسيطرات بالمعيد على الأجنحة، وأكو شرطة وأكو حشد. إحنا كل الموجودين هسه كل القاطع من المحمدي إلى أقسم بالله العظيم لو يكون شقد عدد الدواعش من المحمدي إلى إجباب إن كانوا بداخل المدن واللي بالصحراء، أقسم بالله العظيم ثلاث دوسريات زايدة عليهم أحلف بالله، وهاي كلكم أنتوا شهود عليه. بس شو نريد؟ نريد معلومة استخبارية دقيقة تجينا إحنا هاي القوات الموجودة كلها. إحنا رادنا معلومة استخبارية دقيقة فقط، معلومة استخبارية دقيقة. لما جتنا رحنا إحنا قتلناهم ذول الدواعش الموجودين، لأن إحنا رافعين شعار داعش ما يفيد ويا إلا القتل. العدو ما دوا إلا القتل، أقول لكم إياها بكل صراحة، ما دواهم إلا القتل بالنسبة للدواعش وأعوان الدواعش. فأخوان بالنسبة للقوات اللي بكل مكان صدقني تبحث عن المعلومة الاستخبارية. المعلومة الاستخبارية تجي من المواطن، تجي من الولد، تجي من البنية، تجي من أبو من الفلاح، تجي من الصياد السمك. إذا كنا إحنا متفقين على أنه داعش مجرمين وكفر وضد المناطق ويجب أن نحاربهم، ننطلق للمنطلقة الثانية نخبر عنهم، والقوات موجودة بكل مكان ونمشي. من يصير هيجي راح احنا يجي الاعمار ويجي المهندس وكفى، آن الاوان لهاي المنطقة ان ترتاح. اليوم تشرفت قيادة فرقة المشاة السابعة وبحضور السيد قائد عمليات الجزيرة بعقد مؤتمر أمني موسع يشمل كافة قادة الأجهزة الأمنية ضمن قاطع المسؤولية من آمرية ألوية، شرطة محلية، أفواج طوارئ، الحشد الشعبي، زائدا رؤساء الوحدات الإدارية ورؤساء المجالس، إضافة إلى الوجهاء وشيوخ العشائر المتواجدين ضمن قاطع المسؤولية كما ذكرت. هذا المؤتمر كان يناقش الوضع الأمني ومناقشة السلبيات اللي ظهرت في المرحلة القادمة وتعزيز وتقوية الإيجابيات للقدوم للمضي قدما إلى الأمام ومعالجة الخروقات التي حصلت ومعرفة مكامن الخلل. الغاية من هذه المؤتمرات هو تأمين الموضع الدفاعي ضمن قاطع المسؤولية سواء بالمدن أو النواحي أو القصبات أو القرى اللي موجودة ضمن قواطع المسؤولية. هنالك معادلة أمنية، هذه المعادلة الأمنية متمثلة بالمثلث اللي يتمثل برأس المثلث والجيش والأجهزة بقية الأجهزة الأمنية، كذلك الحكومات المحلية، ولا ننسى بين هو المواطن. غايتنا